فإن هذا اللقاء يأتي بعد سلسلة من اللقاءات المماثلة التي خصصت لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الخاصة المتعلقة بالعقد البرنامج، همت قطاعات التجهيز والصحة والتعليم الأولي والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والثقافة والشباب والرياضة وإعداد التراب الوطني والسكنة وسياسة المدينة. عقد البرنامج الموقع بين الدولة ومجلس الجهة وفي إطار المشاريع ذات الأولوية قد خصصت حيزا هاما لدعم المبادرات الهادفة إلى خلق فرص الشغل سواء بالعالم الحضري أو القروي، وذلك من خلال إعداد اتفاقيتين للتعاون والشراكة بغلاف مالي يقدر بأزيد من 430 مليون درهم. أود في بداية كلمتي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد والي جهة فاس مكناس والسيد رئيس مجلس الجهة على توفير الظروف المناسبة لتنظيم هذا اللقاء وعلى الجهود التي يبذلونها لتطوير الجهة ووضعها في سكة التنمية الشاملة وكذا على الانخراط القوي لهذه الجهة في النهوض بالتشغيل عبر تنويع وتعزيز المبادرات الجهوية الرامية إلى دعم الإدماج المهني والاقتصادي للشباب ومختلف الفئات بصفة عامة. اللحظة ديال توقيع الاتفاقيتين تشملان جهة تشملان مجال التشغيل بين الدولة وجهة فاس مكناس والتي تجسد مرحلة تنزيل عقد البرنامج الموقع بين الدولة والجهات. نتحدث اليوم عن جهة فاس مكناس والتي ستتضمن اتفاقيتين، اتفاقية شاملة تتعلق بدعم إنشاء فرص شغل على مستوى الجهة ككل بالإضافة الاتفاقية الثانية التي تخص المجال القروي، بحيث سيتم نقل الخدمات التي تقدم لتأهيل الشباب وتطوير الكفاءة ديالهم من أجل سهولة الإدماج ديالهم في سوق الشغل. سيتم نقلها تكون قريبة من خلال قوافل، من خلال قافلة متنقلة إلى المجال القروي إجمالا. هذا مهم جدا، بالإضافة طبعا إلى الاتفاقية الثانية التي تتضمن التزامات لجميع الأطراف من أجل دعم خلق فرص الشغل على مستوى جهة فاس مكناس، بحيث الالتزامات ديال وزارة الشغل والإدماج المهني تتجاوز 200 مليون درهم، بالإضافة إلى التزامات باقي الأطراف الأخرى، التزامات الوكالة الوطنية لعمل الشغل والكفاءات، التزامات مجلس جهات فاس مكناس، بالإضافة إلى الالتزامات المالية المتعلقة أيضا بالوكالة وكالة التنمية الاجتماعية. هؤلاء الشركاء جميعا والأطراف الموقعة اليوم على هذه الاتفاقية ستتضافر جهودهم وتنسجم وتنصهر كلها في إطار تنزيل هذه الاتفاقيات. تبارك الله. في إطار استكمال التنزيل ديال عقد البرنامج الذي وقعه مجلس الجهة مع الدولة، ستوقع اتفاقيتين مع السيد وزير التشغيل، لأن الاتفاقيات بجوج تهم بطبيعة الحال يعني تسهيل ولوج الشباب للشغل. واحدة اتفاقية يعني تهم الجهة ككل، عالم حضاري عالم قروي، وتخص يعني التكوين وتخص تسهيل يعني الولوج إلى القروض وكذلك يعني المصاحبة. والثانية الاتفاقية الثانية تهم العالم القروي، لأن نعتبر أن العالم القروي عادة ما يكون يعني له مشاكل لشبابه للولوج للأبناك لمعرفة يعني المسالك، وخصصنا هذه الاتفاقية لمساعدة الشباب في العالم القروي للولوج. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.